لا يمكن في إطار المغرب أن ندخل في هذا الإطار، أولا لأنه نتعامل مع أوروبا، ثانيا لأنه لم نصل بعد إلى درجة كبيرة جدا من التطور المجتمعي الذي يسمح لنا بذلك، وثالثا أنه هناك تدخل كبير جدا ما بين المغرب وما بين أوروبا، ومن السهل أنه إذا تم عدم تجريم استهلاك يعني يمكن أن يتغزو يعني المخدرات أوروبا بشكل أكبر مما تفعله الآن حاليا، وأظن هذا يعني في علاقة حسن الجوار التي للمغرب مع أوروبا يجب أن نحافظ عليها، وما دام أن سياسة أوروبا في عموميتها أنها تجرم استعمال المخدرات فأظن أن المغرب يجب أن يحدو حدوها في الوقت الحاضر.